السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من سوسيوبوليتيك. ولينا بعد رمضان عاود ولا البرنامج التوقيت تاعو الاصلي اللي هو 26 دقيقه. اليوم كاين موضوع نناقشوه يفرض روحه، هو قضيه هو ملف القضيه الفلسطينيه، لانه رانا في الحدث. ربي يرحمني ماتوا، ربي يرحم الشهداء، وان شاء الله مزيد من التضامن مع اخواننا الفلسطينيين. علاش خيرنا الموضوع تاع قضيه فلسطينيه؟ لانه ماشي باش نديروا بكائيات ولا نتعاطفوا، ماذا بينا نستفادوا من القضيه الفلسطينيه ونشوف واش صاير فيها. الاولى لازم نفهموها القضيه الفلسطينيه شغل الثوره، والثوره ما قدرتش تحقق النتائج تاعها. واش دير؟ تقعد دائما شغل كر وفر، مرات تقدم مرات تاخر الى اخره، ومن بعد دائما عندها اوقات مستقطعه، عندها وقت تحبس فيه، هذاك الوقت اللي تحبس فيه شغل تعاود تشارجي، تعاود دير التعبئه المرحله واحده اخرى تاع النزاع. ودائما ما كان استقرار، كانت الامور متحركه. نعطيكم مثال، في السابق كان جنوب لبنان كان محتل، في السابق كانت غزه كانت محتله، ومن بعد مع التدافع وبعد الانتفاضه وبعد الصراعات المختلفه تحرر جنوب لبنان بفعل المقاومه تاع اللبنانيين الى اخره في الجنوب، تحرر. من بعد جات الانتفاضه، ومن بعد في الانتفاضه واش دار؟ جات احداث وتدافع، تحررت غزه. يعني كاين جملة تاع تطورات يتصرع. اليوم وشنو حاجة سبيسيال اللي صرات اليوم محطة؟ زوج حوايج بزاف مهمين. حاجة الأولى، كيفاش بدات الأحداث؟ أحداث هذه المرة ما جاش قرار من عند الفصائل، فصائل المقاومة قررت تضرب، والله الكيان الصهيوني قرر ريديشن حرب، لا لا. هذه المرة وصرا عندها 3 سنين، والناس المستوطنين، على بالكم باللي المستوطنين هادو مشغول أصوليين، هادو راديكاليين اصوليين حابين يخدموا على فكره تهويد القدس من بكري، هما هذول المشروع تاعهم. لانه دوله اسرائيل، باش نحكوا دوله الكيان الصهيوني، هي ماهيش دوله دينيه، هي عنوانها دوله دينيه، بصح هي دوله علمانيه، بصح تستعمل الدين، تستعمل الحكايه تاع التهويد تاع الارض المباركه ومنا وال باش واش دير؟ باش تعبأ على فكره الاحتلال، على فكره الاستيطان، بتجيب الناس اللي يامنوا بهذا المشروع الديني والاهداف الدينيه. واش يديروا هذوما؟ هما اللي يجوا باش يعطوا لها معنى، لانه ما تقدرش تجيب الناس بلا دافعيه. جزء كبير من الناس اللي جاوا الكيان الصهيوني ما جاوش على جال الدين، جاوا على جال وفروا لهم موارد تاع معيشه وظروف معيشيه رائعه، عطوا لهم دراهم، خلوهم يقراوا باطل، دبروا لهم خدمه، جابوهم افيك كوبل ومنا بريزون شارج، عطاو لهم امتيازات كبيره باش جابوا الناس، جابوا من روس، جابوا من كل بلاصه، من عده دول جابوا باش يعمروا، لانه كان عندهم مشكل ديموغرافي، لانه هما ما يعترفوش باليهوديه لشكون اللي ما يزيدش من عند مراه يهوديه. مثلا الرجل اليهودي كيتزوج مراه غير يهوديه، الابناء تاعو ما يعتبروهمش يهود. صافي، كاين حسابات وحد اخرين يندارو. معناتها الدوله تاع الكيان الصهيوني ماهيش دوله يهوديه بالدرجه الاولى، هي الحكم تاعها هو علماني ويعطي مساحات كبيره لمن؟ للمتطرفين اليهود. واش داروا هاد المتطرفين اليهود؟ راهم يخدموا على فكره تهويد القدس، تهويد القدس وتهويد الاقصى. قعدوا يخدموا، شكون يقاومهم؟ خرجوا شباب منين؟ من القدس. خرجوا شباب من القدس يقاومهم. شكون الشباب هذوما؟ عاده هما واش راهنوا؟ راهنوا قال لك رانا في 3 اجيال، عندنا اكثر من 70 سنه، 73 سنه من اللي احتليناها. نورمالمون الناس اللي كانوا عايشين داخل القدس تحت اشراف الكيان الصهيوني يقراو في البرامج التعليميه تاعو، يقراو في المدارس تاعو، يشوفوا التلفزيون تاعو، يخدموا عنده كل شيء. نورمالمون هما ولاو يعيطوا لهم عرب اسرائيل، معناتها هادو خلاص ماهمش عرب، هادو عرب اسرائيل. هادو شغل فصلهم كليه على القضيه الفلسطينيه واعتبروهم شغل ممسوخين. ما كانش حاجه واسمها العرب المقاومين داخل القدس. كان الحديث كاع كان مقتصر على واش؟ على شكون يترشح للكنيست، شكون يترشح للانتخابات البلديه لتما. فجاه خرجوا لهم شباب، شكون تاع الفيسبوك، دي جان صغار، خرجوا لهم قرروا يديروا مقاومه. كيفاش؟ يروحوا يحميوا القدس، يحكي بيت المقدس يحميوه، يروحوا دائما لتما، ومن بعد واش يدير؟ يرابطوا مرابطين يقعدوا باش ما يخلوش المتطرفين تاع الكيان الصهيوني واش يديروا؟ يدخلوا ليهو الداخل، يدنسوا المسجد الاقصى. بدا هذاك التدافع، بدا التدافع بالعقل بالعقل. في كل مره يصرى تشنج، يصرى تشنج. هذه المره زاد الحد تاعو، لانه عمليه التهويد زادت. علاش؟ عخاش المتطرفين قوات القوات تاعهم. وقتاش قوات؟ قوات كي الاطراف السياسيه ضعفت،
كاين أزمة سياسية كبيرة لداخل الكيان الصهيوني، لأنه ما تظنوش باللي كتلة واحدة أو ملقط من كل بلاصة، وحكاين حتى عنصرية بيناتهم، يعني كاين يهودي بن يهودي، كاين معناتها كاين تمييز طبقي لداخل، انظر العربة كاين تمييز طبقي. والصرا هادوما ضغطوا 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 في إطار المقاومة، كي ضغطوا في إطار المقاومة الآخرين قعدوا في حرج. علاش؟ على خاطر كاين الهدف تاع الكيان الصهيوني من بعض الحكام العرب، كاين الهدف تاعهم يحكموا القضية الفلسطينية، ما يحولوهاش لقضية مقدسة، يحولوها مجموعة تاع قضية. عندنا عرب 48، عندنا الضفة، قضية الضفة، عندنا قضية غزة، قضية اللاجئين، هذوك المشردين، معناتها خدموا من القضية تاع فلسطين، خدموا عدة قضايا، وعاونوهم شكون؟ عاونوهم النخب السياسية الفلسطينية. علاش؟ لانه تقسموا في عضو ما يتوحدوا تقسموا، ما يقدروش ميم با يتلموا في طابله واحده ويتفاوضوا على حل. شوفوا الناس يتموت في الكيان الصهيوني في فلسطين تحت القمع، تحت القتل، الاباده مباشره، وما يقدروش ميم با يتوحدوا النخب باش تشوفوا باللي السلطه ماشي سهله. مالغري انه في غزه كاين شبه سلطه محاصره من كل بلاصه، نقدروا نقولوا في غزه وشنو هما الشتات، تقدر تقول باللي لاجئين بلاصه واحد 350 كيلومتر مربع فيها قريب 2 ملايين وغالقين عليهم من كل بلاصه. نفس الشيء في الضفه، في الضفه واش من سلطه كاين؟ ما كاينش لا سلطه لا والو، دايرين تنسيق امني، كلشي يجي بترخيص من الكيان الصهيوني، معناتها هذه وضربوا عليها الفلسطينيين، وتقاتلوا عليها في مرحله مرحله فلسطين، ورفضوا يديروا انتخابات، ورفضوا يديروا وحده، وقعدوا مفرغين رغم انه قضيه عمه. كاين ناس خدات السبه هذه واش دارت؟ وقالت ما نقدرش نناصر القضيه الفلسطينيه، علاش؟ على خاطرهم فرقين، على خاطر كل واحد وجاوب وحده، صافي حنا ما نقدرش نعاونوهم، استعملوها ذريعه. معليش حنا خلينا منهم هادو، نعاودو نولو للقضية تاع من؟ تاع القدس. كي بدا القدس زاد الضغط تاع الكيان الصهيوني وتاع المتطرفين، ضغطوا ضغطوا واش صرا؟ أول مرة شغل نقدروا نقولوا أول مرة جماعة تاع غزة الفصائل قررت تدخل، وهذا جديد. وشنو هو؟ جديد لأول مرة شكون خدا قرار الحرب؟ ماشي الكيان الصهيوني. خدا قرار الحرب شكون؟ خدا قرار الحرب الفصائل في غزة، هي اللي خدات القرار تاع الحرب. هي اللي طلقت الصاروخ الاول، هي اللي خدت القرار باش تدخل في حرب. كل الاعتداءات السابقه كانت اعتداء، ومن بعد هما وشو يردوا على الاعتداء في كل مره. هذه المره سبيسيالمون صافي واش صراونا؟ صراونا جوج حوايج جامي صراو من قبل. الاولى انه الشباب العربي اللي موجود، المسلم اللي موجود في داخل القدس اللي تربى في احضان الكيان الصهيوني رفض يتميع وقعد محافظ على الهويه تاعو، يعني ربح صراع الهوية. كي ربح صراع راح يدافع على القدس بلا غطاء سياسي، ما ينتمي للحماس، ما ينتمي للجهاد الإسلامي، لا السلطة الفلسطينية، بلا غطاء سياسي. عيب الشباب يتواصلوا في الفيسبوك ويتفاهموا 20 30 شاب، قال اسمع روحوا الرابطوا اليوم، قال انتم روحوا غدوة، انتم غير غدوة روحوا، نضموا روحهم عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي. واش داروا؟ خلقوا واقع كبير، واقع عالمي، كل الانظار اليوم مشدوده. علاش؟ اخذ شباب برك عدد قليل خداو قرار باش يدخلوا في تدافع مع المعتدي. الاولى صافي فشلوا المشروع تاع الادماج، رغم ان انتبهوا منيح، رغم انه هادو غدو اصبح واش يصرى لهم؟ هادو غدو اصبح يروحوا يخدموا عند الكيان الصهيوني، خبزتهم يتم، خدمتهم يتم. صعب جدا تقاوم وانتيا اكتب عليه، اك عايش من عنده، اك تاكل من عندك، داوي عنده، ما عندكش استقلاليه، ما عندكش بديل، كلهم يخدموا عند من؟ عند الكيان الصهيوني. الحوانت تاعهم، المحل تاعهم كاع راهي محاصره وعند الكيان الصهيوني. وزاد دار الكيان الصهيوني، دار مشروع عنده مده، نشر الجريمه، ساعد على نشر الجريمه. والمخدرات وين؟ في الاحياء تاع العرب. يعني في عضو ما يقمعهم مباشره، واش راح دار لهم؟ راح حول الاحياء تاعهم الاوكار تاع الفساد، تاع الجريمه، وتاع المخدرات. يقول لك باش يولي انا هذا الجزء من الشعب هذا يولي كاع مخدر، هذا الجزء من الشعب هذا يولي كاع ما لا مبالي، وبالتالي يسهل القضاء على حكايه واسمها عرب. شكون؟ عرب 48. الناس اللي قعدوا لداخل اللي كانوا في 48 وتم الاحتلال تاعهم وحاولوا يديروا المسخ تاعهم. خلاص مشينا، انفجرت الاحداث، دخلنا في احداث. الاولى وشنو هي؟ اليوم الكيان الصهيوني ما يقدر يدير حرب كامله، ما يقدر يدير سلم. علاش؟ ما كان حتى واحد يقدر يجي ويقول باللي شتو المقدس، بيت المقدس، حبسوا التهويد تاعو. الا قال حبسوا التهويد تاعهم، واش راهم يديروا تما؟ علاش جاوا؟
هاد الارض الميعاد والارض المقدسه والجو يديروا الا ما داروش التهويد تاع القدس مش روحهم والتهويد تاع القدس صافي واش جاوا يديروا ما كان حتى سياسي في الكيان الصهيوني يقدر يقول بلي انا سوف اوقف الحرب علاش والله صراع ونلتزم باش ما نديرش تهويد القدس الشريف لانه طلع عندها 30 سنه وكل قوانين تمنع التهويد بصح دائما كان عدم الالتزام بالقوانين واليوم ما يقدرش يلتزموا الجهه المقابله الفصائل اول مره اسوا حاجه جديده قالوا باللي احنا ما نحبسوش القصف وما نحبوش الحرب هذه الا بادخال القدس في معادله التفاوض معناتها ترفعوا الاعتداء على القدس ما كانوش يديروها مقبل عمرهم ما داروها مقبل كانوا دائما يحكوا عليهم صح ما داروها الشرط اول مره ندير شرط في الاتفاق تاع الهدنه ما كانش هدنه بلا وشنو بلا ما يدخلوا القضيه تاع القدس كمعطى معناتها اليوم القضيه الفلسطينيه دار تطور نوعي تطور اللي صار نوعي رغم كل الالم اللي فيها اول مره الفصائل ولات شغل ضربه بضربه ولو انه ماشي كيف كيف ماشي متكافئه اطلاقا القوه تاعهم ولات هي قررت تضرب الاولى ولات دخلت القدس فاش في ميزان التفاوض هذا جديد في الملف تاع الفلسطيني في القضيه الفلسطينيه ما كانش يصير قوه ما كاين تطور كاين تطور ايجابي رغم الالم اللي كاين بعد والصرا واش قدرت تقدم من دورك القضيه الفلسطينيه الاحداث هذه احداث مؤلمه كلنا تعلمنا الم شديد يعني بيوت تقصف منازل تهدم على الاسر يعني على العوائل بالابناء تاعهم ظلم شديد واش دار بعد واش جا جا بعد 10 سنين على الاقل تاع دمار وخراب وين في الظاهر العربي دائما كاع كنا على بالنا بلي القضيه الفلسطينيه ما تقدرش تنتصر القضيه الفلسطينيه بلا شكون بلا الظاهر العربي الظاهر العربي واش كان يدير في العشر سنين الاخرين كانت حروب داخليه كان اقتتال داخلي كان في العراق العراقي يقتل العراقي داخل سوريا السوري يقتل السوري في اليمن اليمني يقتل اليمني في ليبيا الليبي يقتل الليبي صراعات في تونس في يعني كل الدول تقريبا غالبيه الدول العربيه كانت عايشه مخاض كبير في المخاض انزلقت الاحداث بدات الاحداث في هذا الربيع العربي بانه الناس حبت الحريه تاعها حبت تقرر المصير حبت هي تقرر وبعد والصرا وقعت ثورات مضاده وقع وش وقع في مصر وغيره وش لحقنا النتيجه تفكك هذا الوطن العربي تشردم ولات الاعداد القتلى بعشرات الالاف بمئات الالاف في سوريا بالنظام ولات حروب اهليه بعد ما كانت مطالب تاع التحرر مطالب تاع المطالب كانت نبيله ورائعه لكن الطريقه جبت نتائج عكسيه دخلنا في حروب اهليه ولا واش دارت الكيان الصهيوني ولا بروفيتا باش يضرب القضيه في صح باش يحقق منجز لانه الدول العربيه كلها شعوب متناحره ما تقدرش تدعم القضيه الفلسطينيه كل الشعوب راهي مأزومه الغالبيه تاعها خاصه الدول الكبرى هنا والصرا بدا التطبيع بدا يمشي التطبيع بدا يمشي بقوه التطبيع ودول ولات تطبع الامارات السودان موريتانيا غيرها السعوديه دارت خطوات الى ولاو يطبعوا مع الكيان الصهيوني خلاص هذاك التطبيع اللي كان مخبي ولا علني ولا رسمي مباشر صافي المعادله تغيرت فلسطينيين لقاو روحهم وحدهم بعد ما كانوا يرتكزوا العالم العربي وعلى الظهير العربي حتى الدول اللي كانت تقول انا نعاون تحاصرت ايران تحاصرت بداعش وبالصراعات وبالازمه السوريه ومن بعد واش ولات تدير تدخل في الصراع في سوريا تدخل في الصراع في العراق باش ما تتضاربش في طهران لانه على بالها بلي الصراع راح يلحق لها زيد شكون تانيت لبنان ولا ممزق ولا ممزق وجات الازمه الاقتصاديه ولبنان الناس ما لقاتش واش تاكل في لبنان صافي معقول جدا يجي حزب الله يقول لهم ما نزال ندخلكم في حرب واحده اخرى مع الكيان الصهيوني والناس لبنان لحقت الانفجار يعني لبنان ما يقدرش يعاون يعني بشكل مباشر علني ما يقدرش ياخذ موقف رسمي مكلف لانه الشعب تكوى من الازمه الاقتصاديه من الانقسام اللبناني قعدوا بلا حكومه قعدوا عامين بلا رئيس زيد وايران ماهيش قادره لانه استنزفتها الصراع مع داعش عشرات الالاف مئات الالاف اللي داخلين وشو مشروعهم؟ ماشي مشروعهم يحاربوا الكيان الصهيوني، لا مشروعهم ينحوا الشيعه من الدنيا ومن بعد يروحوا يحرروا فلسطين. صافي الفلسطينيين قعدوا وحدهم، قعدوا مأزومين ما كانش شكون يعاونهم. واش دارت القضيه الفلسطينيه دوكا؟ الحمد لله القضيه الفلسطينيه عاود صحت البوصله، عاود تنبهت الامه العربيه والشعوب العربيه وشو كنت ديروا؟ ما حنا كنت ضاربوا وشو كنت ديروا تقاتلوا بيناتكم؟
القبلة تاعكم ماشي هذه، البوصلة تاعكم هي المقدس. هم ليك عداء تاعكم، هم الصهاينة، وين مورام الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها لم يكيدوا المجتمع المدني. هو السرطان اللي محطوط في الجسم العربي اللي مو شيخ هاي الدول اللي طبعت معاه، هاي الدول اللي طبعت مع الكيان الصهيوني، ولا تشوفوه حليف وصديق. انتبهوا، كاين دول عربية جارة رايحة محاصرة غزة وما تخليها لا تشرب لا تاكل، ما تخلي الدواء يخرج، وغلقين الحدود. وشو صاير هذا؟ بدا بفضل الاحداث هذه بدات شغل استفاقه، بدا العقل العربي عاود يولي عند الشعوب. وش رانا نديرو؟ فلسطين راهي محتله وراهي مظلومه، وهي اللي تدير عندها حرب مقدسه فعليا. كل الحروب الاخرى ماشي مقدسه، وكانت قادره ما توليش حروب، كان ماشي الظلم والطغيان منا مع الاخر. كل الطوارات اللي خدات السياق تاعها افضت النتيجه، لانه تحول الى نوع من الحروب الاهليه وتفك الاوطان. وشكون الراعي الرسمي تاع الحروب من بعد؟ بعد ما انفجرت الاوضاع يولي الكيان الصهيوني، يولي الولايات المتحده الامريكيه، تولي تمول وتولي تسوق، وتجي تركيا تجيب الناس من كل بلاصه باش يدخلوا الداخل باش يقاتلوا، ويخلوا الكيان الصهيوني يقاتلوا تما. هذيك الاوضاع كلها الخراب هذاك كان قادر واش يدير الخراب لولا لطف الله يقضي على القضيه الفلسطينيه، يلعب دور كبير في القضايا. ورزمو قعدت مجتهده. اليوم الصرا عاودت خدات البريق تاعها، عاودت خدات الشعله تاعها، عاودت ردت شغل نفسيا، ردت شغل الامل للشعوب العربيه والاوطان. كيفاش غزه المحاصره 350 كيلومتر، محاصره من كل شيء، تولي تقدر تطلق الصواريخ، كيفاش مش مراقبه؟ كيفاش تقدر صواريخ كبيره ومن بعد يخرجوا منصات وتقدر تطلق وبلا ما يعرفوا من راهي تطلق؟ وكيفاش هذه القبه الدفاعيه ما قدرتش انها ترد هذه الصواريخ؟ صاروخ يسقم 300 دولار، يخرجوا له صاروخ تاع قبه دفاعيه يسقم 35000 دولار حتى 50000 دولار، ومن بعد ما يقدرش يشدهم كامل. هاي المعادله الردع بدات تتغير. يعني الفلسطينيين قدموا لنا درس كبير، قدموا لنا درس قاسي للشعوب العربيه. واش معناتها؟ معناتها يقولوا لنا يا ناس عرفوا تخيروا التوقيت تاع الصدامات تاعكم تاع الصراعات تاعكم. كي تكون نيتكم منيحه والاهداف تاعكم منيحه، كي يكون الصراع غلط ولا طريقه الصراع غلطه ولا الهدف تاعك غلط، ومن بعد يستنزفك برك. والدليل وشنو هو؟ علاش غزه دير هدنه مع كيان صهيوني؟ ياك راهي مستعمره، ياك باقي الوطن مستعمر، علاش الضيفه يتعايشوا مع كيان صهيوني؟ ياك مستعمره اون فان كونت زيد. وعلاش الناس يقابله يروحوا يديروا يدافعوا على بيت المقدس ومن بعد غدوه من داك يروحوا يخدموا عند الكيان الصهيوني؟ مهم نحلل الدروس هذه، لأن العاطفه ما تخليكش تكسب المعارك. احيانا يجوك احداث، في الاحداث هذيك ما تسلكك غير العاطفه، تحبس العقل السياسي، يحبس ما كانش حل. الان فلسطين المحتله ما كانش حل، بك تحت يملك الحل لا على مستوى الفلسطينيين لا على مستوى الكياس، ما كان حتى يقدر يحسم المعركه. وش يولي مع الاخر تسير تاع المعركه، يمشوا بعد يديروا هدنه ويحبسوا. كي يحبسوا واش يديروا؟ كل واحد راح يوجد روحه الجولة اخرى تاع الصراع. علاش كي داروا هدنه وغزه كافات على دورها على روحها؟ علاه كيان صهيوني حبس وقعد يخطط، ولا قعد يخطط كيفاش يقضي على القضيه الفلسطينيه؟ هذا هو المشروع، هذا هو التطور. شغل تقعد تعاود تحبس وتعاود تنطلق، تحبس وبعد يجي التراكم. خليني نفكركم، نهار جا ترامب وقال بلي ننقل السفاره وين؟ للقدس. السفاره تاع امريكا للقدس، ونعترف بلي القدس هي العاصمه تاع الكيان الصهيوني. ناس بزاف قالوا راهي الشعوب هذيا، كيفاش ما كاش رد فعل؟ كيفاش الناس ما داهاش النيف على هاد المؤامره هذيا؟ وهذا كيفاش باعوا بيت المقدس ومن بعد توالت وشنو هو التطبيع مع الكيان الصهيوني؟ علاش الناس سكتت على التطبيع؟ علاش؟ وهي الناس ما سكتتش، كان لازم يتمخض، كان لازم ينضج رد الفعل. قعدت مدة زمن سياسي، زمن معين، ومن بعد دوك انفجرت الاوضاع. روحوا جيبوا ترامب دوكا قول له يفرض القدس، نقل السفاره، ياك نقل السفاره قول له يحل المشكل تاع القدس دوكا. ما يقدرش يحلوه، لانه اللي جا موراه دوكا واللي يقول ضروره حل الدولتين وغيره. علاش؟ شكون اللي غير المعادله؟ القرار السياسي. علاش تبدل القرار السياسي؟ لانه كاين واقع على الارض هو اللي بدله، كاين واقع فرض روحه، واقع من عند المستضعف. المستضعف خدا قرار باش يقاوم بعزه ورفع سراس
راسو وراس غيره وفرض واقع جديد. اليوم الكل ولا ما يتكلمش على المسار تاع التطبيع، حتى الدول اللي دار التطبيع ولا تشنب وتندد بالكيان الصهيوني. شفتوا الواقع كيفاش متغير؟ هاي ديك القضيه الفلسطينيه، واقع متغير وبعد دائما فيه جوالات، وحنا نستفادوا بزاف من الدروس. هنا نشوفوا كيفاش عقلنا الصراع. اليوم الفصائل مش حابه تروح للصراع على غير منتهي، لا لا، اي تراها على باللي الصراع عنده سقف زماني، ماكسيموم تاعو 9 شهور، ماكسيموم تاعو 6 شهور. يعني على الاقل كي دخلت في الصراع على الاقل عندها صواريخ قسمه تسير 60 يوم الى ماشي 90 يوم على الاقل. ما تقدرش تدخل الصراع بلا ما تحسب، ما تقدرش على خاطرش انت العاطفه تحب القدس تروح تنتحر. لان هذه القضيه لازم لها وسائل، لازم لها دي موايان. حنا بايزام هيا نروحو دوك نديرو الاسقاط بقى. من كي كنا صغار كنا حنا ندخلوا الجامعه نصلوا، واش نسمعوا الامام في الجامعه واش يقول اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم انتصر، اللهم اننا مغلوبون فانتصر، اللهم عليك بالظالمين. بعد حنا نتسائلوا نقولوا شكون هذوما؟ اليهود والنصارى، اوكي، احتلوا واش احتلوا؟ احتلوا الكيان الصهيوني، احتلوا فلسطين، داكور خلاص. انا سمعنا في الجامعه الخطبه، انا سمعنا الدرس، داكور، اي نروحوا زعما اي نروحوا نجاهدوا. كي نجوا راح نجاهدوا مثلا، بعد نقولوا اياه شكون يمنع الناس باش تجاهد؟ الحكام العرب هما اللي منعين الناس باش يحرروا فلسطين، محارمين الشعوب. كاين حكام عرب محارمين الشعوب، الشعب الفلسطيني من الماكله من الدواء، هما مغلقين عليهم في مصر وغيرهم. يعني مع الاخر علاش التضييق كامل؟ يولي حنايا ينتقل العداء تاعنا من الكيان الصهيوني لواش؟ للحكام العرب. نولوا نقولوا حنا في مرحله من المراحل نورمالمون الناس تحارب الحكام العرب ماشي الكيان الصهيوني، لانه شكون هو يحامي على الكيان الصهيوني؟ الحكام العرب اللي يتمنع الشعوب تاعها، معناتها انظمه وظيفيه. داكو او جربي العربي نضوا الناس ضد الحكام العرب، علاش ما نجحوش الشعوب؟ علاش ما نجحتش؟ على ما قدرتش تنجح في الثورات تاعها. ياك الثورات تاعها صادقه حابين يديروا التغيير وحابين يحكموا، ومواثيق الامم المتحده تقول بلي الشعب هو اللي يحكم، المفروض ما كاينش منهج وناس بديكتاتوريه يحكموا في بلاصتو. مي بصح اسكو يكفيك تكون العداله تاعك قاضيه، القضيه تاعك عادله باش تفوز؟ لا لا، هاي القضيه في فلسطين عندها 70 سنه وهي عادله، عندها اكثر من 1918 و1917 وهي عادله، بصح ما قدرتش الدور كما زالها عادله، والغالبيه تاع الانسان تقر باللي عادله بصح ما نجحتش. خصوها الاخذ بالاسباب. احنا كي درنا حكايه ثورات الربيع العربي مع الخم فرج، مع الخم تقدر تشتغل بالانظمه هكذا كبرك بالعاطفه وبانك عندك الحق، لازم لك تاخذ بالاسباب. شفتوا التغيير شحال صعيب؟ التغيير ماشي سهل. اذا كان العقل الفلسطيني اللي راهو قدام اليهودي، كاع الناس تتمنى يقول لك باللي انايا كي ندخل صراع، انا ماذا بيا حطني في صراع قال مسلح قداما قدام العدو المغتصب اليهودي، هكذا باش بيكون عندي عندنا شك ما يكونش عندي. يا مي بصح ما كفاش باش ينجحوا، ما كفاش باش ينجحوا. واش معناتها؟ معناتها باللي لازمنا الحروب تدار بالعاطفه، لانه العاطفه تسلك، العاطفه تدير تعبئه، بصح تدار بالعقل. والعقل احيانا يحتاج الموارد، لازم يكون عندك موارد باش تغلب ماشي غير هذا. على جال هذه الفصائل الفلسطينيه واش راحوا؟ راحوا يوجدوا في الموارد، يوجدوا في الموارد. ومن بعد كل حاجه كانت تخدم في القضيه، الاغنيه كانت تخدم في القضيه، الشعار كان يخدم في القضيه، الفيديو يخدم، الفيلم يخدم، كل شيء كان يخدم في القضيه باش يسيي يحافظ على القضيه تكون موجوده، القضيه تقعد موجوده، لانه مهم جدا. كانت قادره القضيه تموت في 70 سنه لو كان ماشي القضيه تم النقل تاعها ترافير شكون؟ القصص تاع الجدات، القصص تاع الامهات. شوفوا احنا في الجزائر مثلا كي يقلقك واحد والتصرفات تاعو كاع ماشي منعه، واش نقولوا عليه؟ يهودي. اش نقولوا عليه يهودي؟ باش المجتمع في الضمير الجمعي تاعو يقعد دائما محافظ على فكره انه تجريم اليهودي. شفتوا شحال كيفاش تحافظوا على القضيه؟ معناتها كل شيء ولي يخدم المقاومه بكل الاشكال تاعها، وهذا هو اللي صاير اليوم. المقاومه تخدم بكل الاشياء تاعها. لا بروف شبكات التواصل الاجتماعي احيانا على التعليق ينحوك من الفيسبوك ويبلوكيك الصفحه تاعك، معناتها تاثر وكما جاش تاثر ما يحطوهاش في الفيسبوك، ما ينحوهاش من الفيسبوك. وبالتالي لازم احنا نتعلموا من الدرس الفلسطيني. الدرس الفلسطيني يقولنا بلي الحق لازم تقعد تقاوم باش تدي الحق تاعك، ما لازمش تسلم، وتحافظ على القضيه تاعك،
ولازم تستعمل الذكاء وتستعمل العقل وتستعمل الزمن السياسي المناسب باش تحدد طبيعة المقاومة. وقلنا باللي العاطفة منيحة، بصح العاطفة ما تكفيش وحدها وما يكفيش تكون عندك الحق. اليوم حنا نشكروا اخوتنا الفلسطينيين اللي قدموا تضحية كبيرة وعطاونا دروس كبيرة وكان عندهم الفضل بس صحوا لنا البوصلة. اليوم انتبهنا باللي الامور ماشي كيما كنا نتصوروا فيها عاطفيا، ساهل طيح الأنظمة بعد تحرر فلسطين. اسكو تعرف تطيح الأنظمة؟ صح. اوليو تطيح النظام اسكو تعرف تغير النظام؟ اوليو تغير النظام اسكو تعرف تصلح النظام؟ مسائل بزاف تقدر تطرح اليوم. علاش الفلسطيني يقدر يتعايش مرحليا مع اليهودي وحنا ما قدرناش نبنيو مسافة تاع تغيير ونحترموا فيها واش نقولوا سياقات معينة تاع التغيير؟ القضية الفلسطينية قدروا نتعلموا منها بزاف، كما هي قادرة تتعلم من التجربة تاعنا تاع الثورة الجزائرية المباركة. لكن مع الاخر رانا كاع شغل اون ستاج للاسف الشديد دامي، لكن رانا نتعلموا وان شاء الله نستفادوا كنا وتستفاد الامه من هذه التجربه الداميه والقاسيه. شكرا لك.